هذه الجلسة بالأسئلة الموجهة إلى السيد وزير الداخلية حول موضوع العنف بالجامعات المغربية. والأسئلة هناك وحدة الموضوع. هناك وحدة الموضوع في 5 أسئلة. تسعة. ستة ديال الأسئلة. هناك وحدة الموضوع السيد وزير الداخلية. إذن ما كان إشكال بالنسبة للسؤال. إذن السؤال الآن الأول موضوعه ظاهرة العنف بالجامعة المغربية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الحركة لتقديم السؤال. تفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزيرين، سيد الوزير. تشهد عديد من الجامعات المغربية من حين لآخر أحداث العنف الخطيرة بين فصائل طلابية وصل مداها إلى تصفية جسدية كما وقع مؤخرا بفاس. فكل الأوساط الجامعية والخبراء يدقون ناقوس الخطر من تحول الجامعة من حقل للتخريج النخب إلى ميدان العنف الذي أصبحت تعيشه مختلف المرافق المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، تحرم فئة عريضة التي لا تنتمي لأي تيار من مواصلة دراساتها في أمن وأمان. وعليه نسائلكم السيد الوزير، ما هي التدابير التي ستتخذونها لجعل الحرم الجامعي فضاء للعلم والمعرفة تتخرج منها كفاءات ونخب لا مسرح للتصارع الإيديولوجيات وتصفية الجسدية وتصفية الحسابات بين الفصائل الطلابية؟ شكرا سيد. شكرا سيد المستشار المحترم. كلمة لكم سيد الوزير. تفضلوا المنصة في 18 دقيقة. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل التطرق لأحداث اللي عرفتها جامعة فاس، لابد من الرجوع شيئا ما للسنة الدراسية باش نعطيكم بعض المعطيات حول أحداث العنف اللي عرفتها الجامعات المغربية منذ بداية هذه السنة الجامعية. فأولا لابد من الإشارة إلى أن من أصل أكثر من 30 جامعة ومعهد التكوين العالي، فالمشاكل الأمنية ممركزة في 5 ديال المدن ماشي أكثر. ما كاينش مشاكل في الدار البيضاء، ما كاينينش في الرباط، ما كاينينش في بني ملال، ما كاينينش في سفي، كاينين في 5 ديال المدن هما أكادير، مراكش، فاس، قنيطرة ومرتيل، وبصفة أقل يمكن نزيدوا عليهم تازة وسطات في بداية السنة. هادو هما اللي عندنا فيهم المشاكل. الجامعات الاخرى الحمد لله والمعاهد الاخرى الدراسه عاديه جدا، ويعني وراكم كتعرفوا على ان هاد المشاكل الامنيه ما جاياش من الطلبه ككل، جايه من بعض اللي يمكن نسميوهم جماعات ولا فصائل ولا اللي بغيتوا جد متطرفه، بعض منهم جد متطرفه وبفكر ايديولوجي يعني معين. غنعطيكم من بعد الاجراءات اللي تم اتخاذها قبل، وشوفوا مع هذه الاجراءات كلها، فمع ذلك هذه الفصائل كتستمر في العنف ديالها وفي مواجهه التحدي. ففي اكادير منذ بدايه السنه عرفت اكثر من 20 حادثة عنف، يعني ملي كنتكلم على الحادثة ماشي وقفات ولا يعني حوادث بالعنف. أسفرت عن إصابة 10 الأفراد من القوات العمومية، هذا الشيء في أكادير بوحدة، واعتقال 57 طالب. علاش كنعطي هذه الأرقام؟ باش تشوفوا على أن ماشي مشكل ديال الاعتقالات ولا مالغي الاعتقالات، الناس مازال كيزيدوا في التطرف ديالهم لأن عندهم واحد الأفكار خاصة جدا.
وفي أكادير مازال 11 منهم معتقلين في انتظار المحاكمة ديالهم. طبعا في مراكش كانت هناك 5 حوادث العنف، أسفرت كذلك عن إصابة 3 من أفراد القوات العمومية واعتقال 8 ديال الطلبة، مازالين لحد الآن موجودين رهن الاعتقال. وآخر الأحداث ربما راك سمعتوا بها هي اللي وقعت يوم الجمعة الماضي، حين تم إصابة طالب بجروح بليغة، وهذا المرتكب ديال هذه العملية هذه مازال رهن الاعتقال كذلك. في فاس كانت هناك 4 حالات ديال العنف، أسفرت عن جروح 3 من القوات العمومية، ومن طبيعة الحال ومع كامل الأسف آخر هذه الحالات هي التي وقعت يوم 24 أبريل الماضي، والتي أسفرت عن قتل الطالب الحسنوي كما جاء في تدخل بعض السادة النواب. وفي فاس وحدها كذلك تم إيقاف أزيد من 50 شخص طالب، ومازال 20 منهم رهن الاعتقال. 20 طالب اللي خرجوا على يمكن نقولوا حتى على حياتهم، لان هذه يمكن نقولوا حمشات يعني بهذه التصرفات اللي ما عندها حتى شي علاقه بالجامعات. ومن هاد ال 20 اللي رهن الاعتقال منهم 8 اللي مرتبطين ومحاكمين من اجل قتل هذا الطالب الحسنوي. في مارتيل كانت حادثه واحده والحمد لله توقفت من بعد، ولكن هذه الحادثه كانت مهمه لان تخللتها قطع الطريق الرئيسيه اللي غادي لمارتيل ورمي القوات العموميه بالحجاره. وهاد على اثر هذا تم تقديم 9 طلبه للعداله وقد حكموا جميعا. بالنسبه لتازا كذلك فيها بعض المشاكل، فيصل صغير 50 او 60 واحد مازال لحد اليوم مازالين بعض التحركات كيمنعوا واحد 2000 طالب باش يقوموا بالدراسات ديالهم العاديه. وكنقولها من هنا من هذا المنبر، غادي نتاخذوا المسؤوليه ديالنا وغادي نتاخذوا الاجراءات باش الدراسات ترجع لمجراها العادي. اما لما وقع في فاس فراه كل شيء جا في تدخل ديال الاخوان كلهم، كل شيء كيعرفوه ان كانت هناك تظاهره مرتقبه في تما، وكان هاد الفيصل واخا نسميوه القاعدي لما علم بهاد التظاهره فجند يمكن نقولوا القوات ديالو باش يجيو يهاجموا هاد المكان اللي كانت فيه التظاهره. وكان عن سبق اصرار ماشي سميتو ماشي عفوي. وهاد المساله كتزيد من في المحاكمه ديالهم غتكون ضد هاد الناس هادو اللي قاموا بهاد العمليات هادو. بعد هذا الحديث مباشرة وبعدما بلغ إلى علم جلالة الملك بهذا الحديث، فكان أمر جلالة الملك مباشرة هو اتخاذ الإجراءات اللازمة باش مثل هذه المسائل ما تتكررش. فبعد مباشرة بعد التعليمات وكانت هناك عدة اجتماعات بيني وبين السيد وزير التعليم العالي، وخصنا الخلاصة واحدة وهي أن اللي لازم واللي مهم هو أن كل السلطات، لا المسؤولين الجامعيين ولا السلطات المحلية ولا الأمن، خصهم يتدخلوا في الوقت المناسب. لأن في الغالب اللي كان كيوقع قبل راكم كتعرفوه هو أن كنعتبروا على أن الجامعة هي حرم جامعي، وكنقول للسلطات العمومية ما تدخلش، تسنى حتى يعطيكم الاذن الحرم الجامعي. وفي الحرم الجامعي راكم كتعرفوا واش كاين، كتكون مناقشات مع الطلبه الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم، وكنبقاو نضيعوا الوقت حتى كتوقع الكارثه. ف اللي وقع مع الاسف الشديد واقولها يعني بكل عفويه، ان هذا الحرم الجامعي ولا بعض الاخوان طلبه كيعتبروه بحال الحرم الشريف، زعما اللي دخل له ما يبقاش كاع ما عنده حتى شي مشكل. وعندنا حالات ديال بعض الناس اللي كانوا مبحوث عليهم، مثلا في فاس كان واحد ضرب شي بوليسي وهرب، واخا ربما قريتوها في جريده، البوليسي تيرا فيه اون بال دون بيي، بقاو كيقلبوا عليه شي 10 ايام، من بعد تقبض في
في الجهه ديال تازا، وملي لقاو فين كان مخبع كان مخبع في الحي الجامعي، حيت شي طلبه كانوا مخبعينه. اذا الحرم الجامعي بلاص ما يكون للقراءه للاستفاده وللتعلم ولا هذا، ولا محل اللي في بعض الاحيان كيولي حتى المجرمين كيتخبعوا فيه. اذا بعد هذا ملي دار هذا الدياغنوستيك، فالقرار اللي خدينا انا والسيد وزير التعليم العالي هو اصدار قرار مشترك بواسطه منشور يسمح للسلطات المحليه بمبادره منهم، ما غاديش يبقاو يتسناو شي واحد يقول لهم يدخلوا ولا ما يدخلوش. الا شافوا على ان هناك تهديد للامن ولا للنظام العام داخل الجامعه او داخل حي جامعي، فعندهم الحق باش يدخلوا مباشره لحمايه الارواح ولحمايه الاشخاص والممتلكات داخل. وهذا المنشور طلب كذلك من رؤساء الجامعات ومديري الاحياء الجامعيه بتطبيق الصارم للانظمه الداخليه. راكم كتعرفوا كاين هناك شروط ديال الولوج ديال الجامعات والاحياء الجامعيه، هذا الشيء تقريبا ما ممكن نقول ما معمولش به. كتلقى حي جامعي واخا الناس ما ساكنينش فيه ولا هذا، فيصل جايين من محلات اخرين متطرفين، وكيجيو كياخذوا من كيتاخذوا من الحي الجامعي مكان للانشطه ديالهم. نفس الشيء بالنسبه لتنظيم الانشطه الموازيه، فالجامعه هي محل ديال الدراسه، هي محل ديال الانشطه الموازيه، هي المحطه ديال كل الانشطه، ولكن بشرط ان تحترم الاخرين، ان تكون هاد الانشطه تحترم الاخرين وتحترم الجامعه التي يعقدون فيها هاد الانشطه. رغم طبيعه الحال هذا ماشي في فيغ معطي للسلطات كلها، فالتعليمات اللي تعطات للسلطات المحليه هو واخا عندهم حق تدخل يعني بمبادره منهم، فطلبنا منهم باش يكونوا دائما بتنسيق تام ومشاورات بين المسؤولين المحليين والمسؤولين عن الجامعات والاحياء الجامعيه. الغرض ديالنا ماشي باش نقبطوا شي واحد ولا باش، الغرض هو باش نوصلوا لفضاء جامعي بمعنى النزيه للجامعه، فضاء يسوده التسامح والبحث عن المعرفه، وبعيدا عن كل المظاهر المسيئه للسير العادي للمؤسسات. فاحنا ما غنبقاش نتساهلوا في هذا الموضوع هذا. هاد الفياصل هذه اللي هي كدير هاد اعمال الشغب وغيرها، حنا ما غاديش نتساهلوا معاهم، وغنتاخذوا كل الاجراءات اللازمه. كان هناك تخوف في الاول باش الاساتذه ولا العمداء يكون عندهم واحد النوع ديال التحفظ على هاد الاجراءات الاخيره، يعني حق السلطات المحليه في التدخل بنفسهم دون انتظار الإشارة الخضراء، ولكن الحمد لله كان هناك ارتياح كبير لدى الأساتذة ولدى عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وكلهم الحمد لله كان يعني نوهوا بهذه المبادرة، والحمد لله الآن هناك هدوء كبير في كل الجامعات باستثناء تزاري تكلمت عليها، واللي إن شاء الله في أقرب وقت في الأيام القريبة غنتخذوا فيها الإجراءات. فكنتمنوا التوفيق للجميع باش نخرجوا من هذه المرحله هذه. واختم بكلمه مغربيه، الله يهدي ما خلق والله يهدي الجميع، وشكرا. شكرا سيد الوزير. اذا في اطار التعقيب اعطي الكلمه للفريق الحركي، تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الوزير على هذا التوضيح وعلى هذا الاستقرار. كيف كنعرفوا في المغرب ولله الحمد الامن كيف ما كان الحال الامن متواجد، وكاين الامن في البلاد، وخير دليل على ذلك هو النضج ديال الغرفتين. لما في الميزانيه كيكون صراع دائما فيما يخص الامن والبلاط والسياده، وهذا كيكون اتفاق عام ما بين المعارضه والاغلبيه، وما كتكونش فيه معارضه ولا اغلبيه.
وبهذه المناسبة السيد الوزير، ولو كاين هذه المشاكل اللي ذكرتي في هذه المدن كلها، أنا كنبغي نشد على يد هذه الحملة اللي كاينة الآن، وننوه برجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة وحاملي السلاح سواء لابسين الزي الرسمي أو المدني، وكذلك الولات والسادة العمال والقياد والبشوات ورؤساء الدوائر على هذا العمل المستمر اللي هو حقيقة أعطى واحد ارتياح في النفس ديال المجتمع المدني. وبهذه المناسبة تنتمنى السيد الوزير، لأنه الاستمرارية صعيبة، كونوا واقعيين، الاستمرارية صعيبة، كاين المحروقات، لأن هاد الناس كيخدموا بالليل، وكاين هاد لي زور سيبليمونتير، وكاين الديمومة، كيخصنا نفكروا في شي إحداث واحد الصندوق ونساهموا فيه حنا كمجتمع مدني بواحد الشارة نشريوها وتساهم باش تبقى الاستمرارية كاينة. هاي هاد الحملة اليوم كاينة، ولكن راه الجهد إلى جهد الله، هاد الناس تيباتوا خدامين بالليل والصباح عندهم الإجراءات، مساطير التقديم، مساطير أخرى، إذن خصنا نفكروا في المعنى ديالهم. وكذلك لا بأس السلطة الرابعة اللي هي الصحافة، كيف كان ملي كيعمل كتكون شي زبلة دي بسيطة ديال شي جدارمي ولا بوليسي، كنوضوا نديروا فيها ضجة، حتى حنا لما نقولوا مثلا ضبطت عصابة في واحد المدينة، في الأخر نقولوا نوهوا بهاد الناس، غير كلمة ديال التنويه راه كترفع من المعنوية ديال هاد الناس. والمناسبة هي 14 مي لإحداث الدفاع الوطني، أو 16 مي ديال الأمن الوطني، السيد المستشار ويساهم فيه جميع المغاربة باش تبقى الاستمرارية ديال الاستقلالية. شكرا سيد الرئيس، راه بقات عندي جوج دقائق، ما بقاتش داكشي، ما كاينش في النظام الداخلي، راه ما كاينش. اسمح لي الكلمة للفريق الاستقلالي. إذا أعيد، قلت على أن اللي واضح هو أن هناك إجماع على التصدي لكل مظاهر العنف، لا داخل الجامعات ولا خارج الجامعات، واللي كان عليه إجماع كذلك ديال الإخوان كلهم، هو أن التصدي للعنف لا يتم فقط عبر التدابير الأمنية. التدابير الأمنية لازم منها، احنا مسؤولين عليها، ولكن ربما كان هناك إجراءات أخرى كما قلت لا داخل الجامعة ولا خارج الجامعة، اللي يمكن تساهم في يمكن نقولوا تهبط لا تونسيون شويه داخل الجامعات باش نرجعوا للمسائل هي عاديه. هناك كذلك اللي تكلموا عليه الاخوان وكنظن كل شيء متفق عليه، هو الدور ديال التاثير يمكن نقولوا نقابي ولا سياسي داخل الجامعات، فكل شيء نوه بالدور ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب. احنا كلنا دزنا منه واحد العدد من الاخوان اللي هما هنا لا هنا لا في الخارج، وحقيقه كانت مدرسه للجميع، وكنظن ربما الان كنحسوا بالنقص ديال هاد الاجهزه مثل هذه، مع كامل الاسف راكم كتعرفوا الاتحاد الوطني لطلبه المغرب اش وقع له، هو دخلوا له عاوتاني بعض الفئات اخرى عاوتاني اللي رجعوا في شكل اخر، رجعوا سياسي الى اخره، فهذه كذلك ما عرفتش كيفاش يمكن لها تعالج، ولكن ربما هذا نقاش اخر نديروا في المستقبل ان شاء الله. وشكرا. شكرا السيد الوزير. موجه السيد وزير الثقافة، وهو حول وضعية الفنان المغربي، والكلمة لأحد السادة أعضاء الفريق الحركي أستاذ سعيد تدلاوي، تفضل لبسطي السؤال مع مراعاة كيف مع الوقت باش تعرف كيفاش. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، ماذا أعددتم للنهوض بتحسين أوضاع المادية والمعنوية للفنانين المغاربة بصفة عامة حتى يؤدوا رسالتهم النبيلة في أحسن ظروف؟ شكرا. شكرا للسيد المستشار، والكلمة للسيد الوزير في إطار الجواب. تفضل السيد الرئيس. السادة المستشارين، أود أن أشكر الفريق الحركي على تفضله بطرح هذا السؤال الهام الذي يؤكد اهتمام السيدات والسادة المستشارين بالفنان المغربي وأوضاعه الاجتماعية. لا شك أن المغرب يعتز ويفتخر بمبدعيه وفنانيه ومثقفيه الذين أطروا الساحة الثقافية والفنية الوطنية، إلا أننا كمجتمع وكدولة تعاملنا مع هؤلاء المبدعين كمواهب وكطاقات إبداعية
نصفق ونستمتع بعروضها وليس كمنتجين للثروة الثقافية، في حاجة إلى الظروف الاجتماعية المواتية وإلى من دخل قار وتغطية صحية وتقاعد إلى آخره. وتذكرون أن في هذا الوقت كانت دار الإذاعة والتلفزة دار البريهي وبعض مؤسسات الترويج والإنتاج تتلعب الدور ديال المواكبة الاقتصادية لتقديم لهؤلاء المبدعين بعض فرص الشغل لمواجهة التكاليف اليومية. نتيجة التطور اللي عرفوا المغرب آنذاك، عرفوا المغرب كمجتمع وكدولة، هذه المؤسسات تراجعت ولم نستطع آنذاك من إحداث مؤسسات اقتصادية بديلة لمواكبة الإنتاج والترويج الفني. وهو الأمر الذي نحاول الآن استدراكه بتطوير وخلق آليات جديدة مرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية والقادرة على مواكبة الإبداع الثقافي والفني الوطني. يتعلق الأمر بالإجراءات المالية والجبائية والقانونية لدعم دور النشر ومكتبة البيع ومؤسسة الترويج ولمواكبة الكتاب في مجال الكتاب والنشر. يتعلق الأمر بالإجراءات لدعم مؤسسة الإنتاج والترويج ونقاط البيع وفضاءات العرض والإقامات الفنية فيما يخص مجال الموسيقى والفنون التشكيلية. يتعلق الأمر كذلك بتنظيم الفرق المسرحية في اتجاه المهنية بدعم الإنتاج والترويج المسرحي وتوفير الفضاءات المسرحية. هذه باختصار هي الآليات والمقاربة التي نشتغل عليها من أجل جعل الإبداع الثقافي والفني الوطني ينخرط تدريجياً ضمن ما يسمى الآن بالصناعات الثقافية والإبداعية، مما سيمكن من توفير فرص الشغل والدخل المتواصل والتغطية الصحية والاجتماعية للمبدعين. ولا شك أنكم تفهمون بأن هذا الأمر لا يتعلق بإعطاء إعانات بل بتقديم دعم لهيكلة المجالات الإبداعية الوطنية. وانطلقنا منذ هذه السنة في وضع هذه المقاربة، أولاً بتخصيص دعم مالي يصل هذه السنة إلى 40 مليون درهم بمعدل 10 ملايين درهم لكل قطاع. شكراً لكم سيد الوزير، مع تذكيركم أنكم استغرقتكم كل وقتكم في الجواب ولم يبقى لكم متسع في وقت للتعقيب. تفضل السيد المستشار في إطار التعقيب. السيد الوزير، أعتقد أنكم ما فهمتوش السؤال ديالي. مشيتوا السيد الوزير، السيد حبسوا الوقت، الله يخليك حبسوا الوقت، رجعوا. وانا بقى زيد السيد، لا راه 48 كنت غنزيد، يلا انا متبع معك الوقت. وشوف دابا هي ربع ولا ايوا تكلم السيد المستشار وانا كنضبط معك ونزيد لك دوك الثواني، انا نزيدهم لك، انا ضابط معك. السيد الوزير الله يجازيك بخير، اعتقد انك ما فهمتوش السؤال ديالي. انا اتكلم عن الاوضاع الماديه المزريه التي يعيشها الفنان بصفه عامه، وانت انسان معروف ولد الثقافة، الخزانة ديال الفقيه الصبيحي معروفة على الصعيد الوطني والدولي، ورجل ديال الثقافة. إذا الله يجازيك بخير ما فهمتيش السؤال ديالي. أنا الفنانة تنقول لكم على حافة الفقر، أنا ما كنطلبش منك تعطيهم 40 مليون ديال الدرهم، كنطلب منك تنظمهم. عندك أنت كوزارة، عندك مديرية الموارد البشرية، على الأقل احصيهم واجمعهم كي يتعداوا الألوفات. كاين المغنيين، الممثلين، الفنانين التشكيليين، الله يجازيك هاد الناس الا جمعتيهم وتفاوضتي مع شركه التامين وعملتي لهم تغطيه صحيه غيكون عندهم واحد الثمن مزيان، الا عملتي لهم واحد التعاونيه سكنيه وطلبتي الاملاك المخزنيه تعطيك عقار وتعطيه لهم بواحد الثمن. الناس جالسه كتنهب في الدار البيضاء، الاراضي مسؤولين كبار في الدار البيضاء كينهبوا اراضي ديال الاملاك المخزنيه، وهاد الناس ما كيجبروش لولا العطف ديال سيدنا الله ينصرو بعد النوبات اللي كيعطف عليهم وكيتكفل بهم في الامراض المزمنه اللي كيتصابوا بها. هذا هو المشكل اللي بغيتكم انتم كوزاره وكوزير الثقافه، خذوا بيد هاد الناس من الناحيه الماديه ديالهم، راه يعيشون ماساه كبيرة وخطيرة جدا، رغم انهم كيأديوا الواجب ديالهم الوطني. وما نساوش في 75 المجهود الجبار اللي قاموا به فيما يخص المسيرة الخضراء المضفرة وكيفاش كانت ناجحة، وفي واحد الظرف وجيز كيفاش هيئوا اعدوا الاغاني على المسيرة وعلى على استرجاع الصحراء. كذلك هاد الناس راهم الان في وضعية، اما الفنانين التشكيليين خلاص ما مذكورينش ما محصينش، كانت وزعت عليهم بطائق، هاد البطائق اش كيديروا بها؟ ما الاستفاده منها؟ ما كاين حتى شي استفاده، توزعت 570 بطاقه،
يلا عنده سميتو فيها وبانه فنان ثقافي ومحصي، حصيهم كاملين. انتم وزاره عندكم ميزانيه، عندكم امكانيات، عندكم مديريه الموارد البشريه، عندكم واحد العدد الامور اللي يمكن لكم تخدموا بها هذه الاليات وتساعدوا هذه الناس، لانهم راهم في حاله مزريه جدا. نبغيكم السيد الوزير تاخذوا بعين الاعتبار هذا الكلام اللي قلت لكم. شكرا السيد الرئيس. شكرا للسيد المستشار، ونشكر السيد الوزير على السيد الوزير ارجوك السيد الوزير السيد السيد الوزير السيد الوزير ارجوك السيد الوزير ارجوك الله يجازيك بخير. السيد وزير الثقافه، السيد وزير، السيد الوزير ارجوك ارجوك السيد الوزير، لان مع الاسف ربما هذه الجلسه التوقيت الجديد ما زال ما تستوعبش، ولكن اعلنا عنه في بدايه الجلسه ما كنتيش، ماشي مشكل ديالنا. على كل حال ننتقل الى السؤال. السيد الوزير، ما هي التدابير التي ستتخذونها من اجل الحد من ظاهرة تنامي احياء مدن صفيح بجهه الدار البيضاء؟ شكرا. شكرا، تفضل سيد الوزير. الصوت الاخر. السيد مزيان، السيد الرئيس المحترم، السيد المستشار المحترم من الفريق الحركي، اشكركم على هذا السؤال بخصوص المجهودات التي تبذلها الحكومه والوزاره بصفه خاصه للقضاء على دور الصفيح في مدينه الدار البيضاء. كما تعلمون طبع الحكومه والحكومات حتى السابقه، ينبغي ان نعترف بذلك، المغرب بذل مجهود لا باس به جبار فيما يخص محاربه دور الصفيح، الا اننا لم نتمكن لحد الساعه من القضاء على هذه الافه التي تسائلنا. بخصوص الدار البيضاء كما تعلمون هناك ما زالت الان تقريبا 500 حي صفيحي اللي كيضم تقريبا 110,000 اسره. لا شك كان هناك برنامج طموح يقضي كان يهدف الى القضاء على دور الصفيح في 2010، لم ينجح البرنامج. الان الوزاره يعني في اطار تنفيذ واحد البرنامج اللي ربما ساعلن فيه عن بعض الارقام لحقيقه مشجعه، بحيث اولا الوزاره حددت واحد المشاريع ذات الاولويه همت 96,000 اسره اللي كيسكنوا في الدواور اللي كتعرفهم وكنعرفهم جميع، حي باشكو، السكويله، وطوما، وزرابه، 100,000 نسمه. هذا المشروع هذا عنده التكلفه ديالو 6 مليار ديال الدراهم، انجزه 100%. هذاك حقيقه 6 مليار ديال الدراهم راه ماشي حاجه كبيره، ما كيحسبها غير لسان. ثم هناك واحد البرنامج اخر هو كيهم ترحيل ديال الدوار الشنيدر اللي الان 90% تقريبا تنجز، وهذا كذلك بالنسبه نفس الشيء بالنسبه لكاريان السونترال اللي حوالي المشروع تنجز بنسبه 85%. بالطبع هناك اكراهات وكتعرفوا مدينه الدار البيضاء. اول اكراه هو المشكل العقاري، مدينه بحال الدار البيضاء فيها مشكل عقاري كبير على غرار عكس المدن الاخرى، ومع ذلك يعني الحكومه والوزاره كتعمل على تجاوزه. علما كذلك هناك اشكاليه ديال بعض الاسر المركبه. حسبنا مثلا واحد فواحد البرنامج 110,000 اسره، واذا به بقدره قادر وجدنا انفسنا امام 136,000 اسره، لان كاين ناس واحد الولد كيتزوج ولا شي حاجه ولا المراه الى اخره، واحد العدد ولا الراجل كيطلق وكيتزوج مراه اخرى كتصدق اسره مضاعفه. هذه اشكاليات عميقه وقويه وسوسيولوجيه وثقافيه خصنا نعالجوها. وتم بالطبع بعض الصعوبات فيما يخص تمويل التجهيزات العمومية الأساسية، ولكن مع ذلك الحكومة عازمة على مواصلة وتضافر الجهود بتعاون مع القطاع الخاص باش يمكننا نمحيو دور الصفيح بصفة نهائية فيما تم سنة 2016. وشكرا لكم. شكرا الكلمة. شكرا السيد الوزير. غير مع كامل الأسف حنا لا ننكر المجهود اللي كتقوم به الدولة والحكومة فيما يخص محاربة مدن الصفيح من خلال الشركات ديار المنصور، لا سي جي، العمران إلى آخره، شركات تابعة للدولة. لكن مع كامل الأسف قلت كاين إكراهات في مشكل ديال العقار، هذا صحيح، ولكن هذا شنين جاي؟ هذا جاي من واحد المشكل خطير جدا وتكلمنا عليه، ولكن لا حياة لمن تنادي،
وحنا عندنا ميعاد مع رئيس الحكومه وكنعرفوا النزاهه ديالو في هذا الموضوع. شنو هو هذا المشكل؟ مشكل بسيط، كاينه واحد النوع من المافيا، اقول مافيا، ناس مسؤولين داخل جهه الدار البيضاء وهما عباره عن مافيا، كيشريوا اراضي. وغنعطيك على سبيل المثال وليس على الحصر، هذا عقد توثيقي موثق تيقول في هذه الارض فيها جوج الكتارات، لا زون ناتوريل كومبرون لونسومبل دي تيران اكستيريور دو لا زون اوربان، سي اون زون نو ايكيبي اي كي ني با ديستيني او ديفلوبمون دو لاغلوماسيون اوربان دون لو كادر دو بريزون بلان دو لوكوباسيون دو سول نورمالمون اي ريزيرفي اي او بيزوان اكسبلوطاسيون اغريكول. بقدره قادر المعني بالامر في شهرين كيحصل على رخصه في وسط المدار القروي السيد الوزير، ها هي فيها 131 بقعه وكيبدا يبيع فيها 126 مليون البقعه، كيدخل 12 مليار. بحال هاد الناس هادو اللي هما اعضاء في المجلس الاداري ديال الوكاله الحضريه اللي مع كامل الاسف ما تابعاش وزاره التعمير، تابعه الوزاره الداخليه وعندهم نفوذ. هاد الناس بحال هاد النوع ما عمرهم غادي يخليو لك العقارات، وما عمر المشكل ديال المدن الصافيه غادي يتفك، لان هاد الناس مضاربين. بالسابق كانوا كياخذوا لي ديروغاسيون، وبالسابق كانوا كيديروا بحال اللي كدير اليونس دارنا والضحى، كيبنيو وكيبذلوا مجهود جبار. هاد الناس عباره عن قماره، اقولها قماره، لان كيجيو المدار قروي ما فيش تجهيز، ما فيه حتى شي حاجه، وكيجزئوا ارض وبداو يبيعوها بمليون مليون درهم، مليون الفرنك 10000 درهم المتر المربع. هاد الناس خصهم يتحاكموا وتكون لجنه تقصي واحد الحقائق في حقهم، لان هذه عقود. انا لا اتكلم على الهوى، هذه رخصه معطيه من لاجونس اوربان ديال الدار البيضاء، وهذا عقد توثيقي، وهذا عقد ديال البيع من بعد ما جزء هذا السيد. باي صفه كيتعطى هذا الامتياز لهاد الناس من هذا النوع؟ هذا حيف على المواطنين ديال جهه الدار البيضاء. وهادو ناس لا زال الان كيتراموا على اراضي ديال الناس. جمعيه اعمال اجتماعيه ديال النقل تراموا لهم على ارضهم الان، وخذوا ديروغاسيون وغيبوا يعملوا فيها ملك ترفيهي. انتهى الوقت. هذا راه ظلم كبير كيتصرف في الدار. تفضل السيد الوزير. شكرا، انا احيي غيرتكم السيد. انتهى الوقت سيد الوزير. انتهى الوقت. انتهى الوقت. ما انا حسبت لي عندك ثلاث دقائق في السؤال وفي في الاجابه وفي التعقيب. هذا الشيء تغير، انا كانت عندي ثلاثه لا غير السيد الوزير ثلاثه دقائق عندك في السؤال عشرة كله. 10 ثواني، 10 ثواني تفضل. ما عندك حتى انت كاع الوقت، ما عندك، ما عطيك والو. تفضل سيد. صافي 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 صافي. تفضل السيد الوزير. تفضل تفضل السيد الوزير. صافي عاد بدلو بدلو صافي، ما عطاك الا انت الا الوزير. صافي سالينا. السؤال الثاني موضوعه برنامج تزويد العالم القروي بالماء. كلمه احد المستشارين فريق الحركي. تفضل استاذ سيد الدلاوي. شكرا السيد الرئيس. السيده الوزيره، ما هي المعايير والمقاييس المعتمده لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وخصوصا الاتفاقيات الملزمة للحكومة؟ شكرا. شكرا، كلمة لكم السيدة الوزيرة. كم السيد المستشار على هذا السؤال الذي يعني ما ألح يلح مجلس المستشارين على إعادة طرحه دائما لنظرا لأهميته القصوى، هو أن المغرب الحمد لله حقق إنجاز جد متقدم ومهم في مجال تعميم تزويد بالماء الصالح للشرب. انتقلت النسبة من 14% سنة 1995 إلى 94% فيما تم 2013، وهذا بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة الحالية والحكومات السابقة أيضا في هذا المجال، نظرا لأن حق الماء أصبح الآن حق دستوري طبقا للفصل 31، ولا يمكن أن يعقل بأن أنطلق مواطن مغربي أو مواطنة مغربية دون الوصول أو التوفر على هذه المادة الحيوية. إذا فيما يخص هذا التعميم التزويد، يعني انطلاقا من البرنامج اللي خططه المكتب الوطني للماء والكهرباء بخصوص شعبة الماء، المعايير الأساسية التي تتوفر عليها في برمجة جميع المشاريع المتعلقة بتعميم التزويد تتعلق بالأساس أن كل منطقة عندها ضعف نسبة جد ضعيفة فيما يخص التزود بالماء الصالح للشرب. المعيار الثاني هو تكون وجود موارد مائية محلية قابلة للتعبئة وذات جودة
مضمونه وتصلح للاستهلاك اليومي. المعيار الثالث هو استفاده اكبر عدد ممكن من الساكنه، وبالخصوص بالعلم القروي كنعرفوا العلم القروي ديالنا كيتميز بواحد النوع ديال التشتت ديال الدواوير والمداشر، مما يخلق معه صعوبه في كيفيه التوزيع العادل ما بين الدواوير والمداشر. ثم ايضا مساهمه الجماعات المحليه بالاساس في هذه المشاريع هذه، اللي كتعتبر هي الضامن الاساس لاستمراريه هذه المشاريع وديمومتها على صعيد المنطقه وعلى صعيد الجامعات. شكرا لكم السيد المستجر. شكرا. هناك تعقيب السيد تدلاوي. شكرا السيد الرئيس. السيده الوزيره، احنا ما كيخفاش علينا التخصص ديالكم في قطاع الماء، وحنا فرحانين جد انكم انتم كتشرفوا على هذا القطاع، لكن الله يخليك انا وضعت سؤال وطلبت كاين اتفاقيات اللي كتلزم الحكومه وكانت مع الحكومات السابقه، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر غادي نعطيكم مثلا في المقاييس اللي تكلمتوا عليها واللي هي كتوفر. مثلا كانت واحد الاتفاقيه مع جماعه الشلالات بخصوص واحد العدد ديال الدواوير اللي هما ولاد سيدي علي واركو الحمري والرمل، ولاد سيدي عبد النبي حمري والرمل، ولاد بابا سعيد البراهمه، ولاد سيدي علي شطيبه بالعيدي الدحاحنا الى اخره، واللائحه طويله. هاد الناس تعاملت معاهم اتفاقيه، كاينه 3600 كونتور يعني منخرط. واحد الجزء استفد من الاتفاقيه ومن الاندياش ديالها، اذا به بقات 1600 من هاد الناس اللي ما استفدتش. شنو هو المشكل ديالهم اليوم؟ كاين الماء، حتى الشطر الثالث ديال الطاس اللي كيزود الدار البيضاء دايز عندهم وفي وسط اراضيهم وما تعوضوش وما قالوا حتى كلمه وما عندهمش مشكل، تيطلبوا الا لا رجعيه في القانون. دابا الاتفاقيه كانوا اتفقوا بالنسبه لاليداك كتاخذ من لي فون ترافو واحد لابارتي، بالنسبه للونيب كاين لينديهاش كيساهم ب 700 درهم، هما دابا اليوم بغاو يتفقوا عليهم واحد الاتفاقيه ديال 2014، مع العلم ان لا رجعيه في القانون. وانتم قلتوها السيده الوزيره على لسانكم الان ان حسب الدستور وحسب الفصل 31 اصبح الماء حق دستوري. الماء دايز عنده في باب الدار برونشا، دابا الطاكس دو برونشمون داز من 2500 درهم الى 8000 درهم. هذا راجل في العالم القروي وكتعرفوا الحاله ديال الوضعيه، الى هذا السيد حرمناه من الماء وحرمناه من واحد العدد ديال الامور والوضعيه الفلاحيه ماشي هي هذيك، معناتها نقول له سير دخل دير براكه في الدار البيضاء. اذا هاد الناس خصنا على الاقل نشجعوهم ونعطيهم غير حقهم، لا رجعيه في القانون. وهناك اتفاقيه توقع السيد الوزير السابق السيد الماء مع هذا، خصنا الا ننفذوها مع هاد ال 1600. الا جاوا مشتركين جداد الان في 2014 انا معكم طبقوا عليهم الطريفه الجديده، اما هذوك الناس القدام خصنا نبقاو معاهم في هذاك لو طريف القديم والاندياج راه الاشاره، وخصوصا الظهور اللي ذكرت لك. ورا اليوم الناس راه خصها توضى 5 المرات في النار، والماء كما قلتوا باش نتفاداو هذه الهضره كلها، الماء كما قلتوا طبقا الماده 31 اصبح ضروري كتزويد به، وهذا الشيء غني عن كل تعريف. السيده الوزيره كنتمنى منك ان تخصنا شي وقيت باش نوضحوا لك اكثر، لان الوقت ما تيسمحش باش نوضح لك اكثر الملف. شكرا سيد المستشار، الكلمة لكم سيدة الوزيرة. المستشار مرتين كنعطيك موعد وكتعتذر، وبالتالي وبالتالي أننا كنت أحبد أن أعالج هذه القضايا الدقيقة معك يعني في اجتماع ثنائي لمعالجتها، وعلى أين أنه في إطار العقدة البرنامج اللي وقعها المكتب الوطني للكهرباء مع الحكومة اللي خصت 4.4 مليار درهم في هذه المده ديال 3 سنين خصيصا لمعالجه الاكراهات والاختلالات المتعلقه بنسبه التزويد بالماء الصالح للشرب في بعض المناطق اللي ما زالت النسبه فيها اقل من المعدل الوطني، ويمكن نعالجوا هذه المناطق هذه كلها ان شاء الله وغد تدخل في البرمجه، وانا على اتم الاستعداد لاستقبالكم لتدارس هذه المشاكل. وشكرا لكم السيد المستشار. شكرا السيدة الوزيره. ننتقل للسؤال الموجه للسيده الوزيره المكلفه بالبيئه حول انعدام مراقبه مطارح النفايات بالمجال الحضري والقروي. الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق الحركه. استاذ تدلاوي تفضل. شكرا السيد الرئيس. اعتقد ان كاين وحده الموضوع في الاسئله. لكن السيده الوزيره لا ترى مانعا فنطرحهم معا. تفضل تفضل. يكون عندنا حق التعقيب يكون شويه. اذا السؤال الثاني موضوعه حمايه بعض الشواطئ
من التلوث الصناعي. نظرا لوحدة الموضوع استأذن المجلس موقر لتقوم بطرح السؤالين معا، ونطلب من السيدة الوزيرة الإجابة عنهما معا إذا كانت مستعدة. فإن لم تكن مستعدة فلها أن تجيب على كل عن كل سؤال على حدة. تفضل السيد المستشار لطرح السؤالين معا، تفضل. السيدة الوزيرة، احنا كما لا يخفى عليكم انتم التكوين ديالكم في هذا الاختصاص، ثم المهمة ديالكم في هذا الإطار، وحنا كنهنيوك بعدا لأول مرة كنشوفوا الحكومة جابت عينة واحد السيدة وزيرة اللي هي مختصة في القطاع اللي هي فيه، وهذا كيفرح ان كيشجعنا اننا كنعرفوا ان الموضوع غادي يكون عنده واحد العدد ديال الدراسات على الاقل اللي غادي توجد وتمشي في هذا. كما لا يخفى عليكم السيدة الوزيرة، الانتاج اليومي ديال النفايات اللي كاينه في هذه المطارح العشوائيه، لاخذين على سبيل المثال ليس الحصر الدار البيضاء 3700 طن يوميا كتدفق، ناهيك على الفرشه المائيه اللي كتكرفص، ناهيك على المس بالمناطق المجاوره بالتلوث، وكذلك الماء الصالح للشرب. فيما يخص انا غنكون جد مختصر في السؤال من بعد نخلي المجال للتعقيب السيد الرئيس. فيما يخص الشواطئ، الشواطئ كنعانيو بزاف، كنعانيو بزاف من واحد العدد المشاكل. كاين بعض المصانع، حنا كنعرفوا المناطق اللي محطمين الرقم القياسي في التلوث، منطقة عين السبع والمحمدية. عين السبع معروفين المصانع اللي هما كيلوحوا في البحر، والمحمدية كنت هزوا علينا غير المشاكل ديال لا سنيب اللي كتلوح لنا ذاك الزواق ذاك الميركور في البحر، وهذا الشيء على نظري وسمع الجميع. كذلك المحطة الحرارية اللي هي مؤسسة عمومية ولا بدمنا، ولكن خصها على الأقل تحمينا من ذاك الفحم الحجري لما كتجيبوا عن طريق القطار وكتشحنوا باش يدخل المحطة، الغبرة ديالو اللي كتوصل لذوك الجيران وديك الحالة وما كيرشوش بالماء. كذلك هما كيبردوا المحطة، كيبردوها بالماء البحر. ونبغيك السيدة الوزيرة توقفي على لما كيدخلوا الماء بالمدخات ولما كيخرجوه للبحر اللون ديالو كيفاش داير وشنو مخرج معاه. ولهذا انا غنكتفي بهذا القدر ونخلي السيدة الوزيرة تجاوب ومن بعد نعقب. وشكرا. احتفظوا لي بالوقت ديالي السيدة. السيدة الوزيرة لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أردت جمع فلك ذلك، وإن أردت بالتتابع فلك ذلك، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، سيد المستشار، السادة المستشارين، سيد الوزير اسمح لي. بالنسبة للنفايات الصلبة، النفايات الصلبة خصك تعرف بأن عندنا واحد التحدي كبير، لأن كان عندنا واحد التأخير كبير على الصعيد الوطني. ويمكن لي نقول لك بأنه من 2008 لهنا كانت واحد الخطوه جباره قامت بها وزاره الداخليه ووزاره البيئه وقطاع البيئه انذاك فيما يخص النفايات، بحيث كاين هناك المخطط المديري للنفايات الصلبه اللي هذا مشروع ديال 40 مليار وعنده واحد الاهداف انه من هنا 2000 لسنه 2020 يحسم في المشاكل ديال المطارح العشوائيه اللي كانت 350 طاح عشوائي، كذلك يقوم بتدبير بمعالجه النفايات او مطرح النفايات مطارح النفايات على الصعيد الوطني، يشد المطارح القديمه، يدير الفرز ديال النفايات بمعدل 20% الى اخره. المشكل اللي وقع في هذا المخطط هو عندنا كذلك عندنا تاخير في هذا المخطط. داروا انجازات بحيث الان نجزنا 15 ديال المطارح مراقبه، درنا 24 مطرح عندنا فيه التهيئه ديالو، عدنا له يعني درنا اعاده تاهيل ديال 24 مطرح 15 ديال المطارح. يعني الان النفايات اللي كتمشي للمطارح المراقبه في المدار الحضاري تمثل 37%، ومن هنا لاخر السنه ترجع 44%، ولكن هذا ما كافيش لانه عندنا كي قلت لك بقات لنا 220 مطرح عشوائي، وحتى المطارح اللي عندنا فيها
تأهيل وقع لنا فيها مشكل. علاش؟ لأن عندنا مشكل ديال الوعاء العقاري. الجماعات المحلية كنلقاو مشكل باش كيتفقوا بيناتهم باش كيعزلوا فين غيحطوا المطرح ديال النفايات. الآن الاستراتيجية الجديدة شنو هي؟ هي أولا ما بقيناش كنهضروا على المطرح ديال النفايات، رجعنا كنهضروا على محطات المعالجة والتثمين، لأن النفايات هي بالنسبة لنا فرصة لخلق فرص ديال الشغل وك